فتحوا المجال وتحت الفرصة شوط خاص للنساء حبيت أني أدخل. كنت مجهزت لي شيء بس يوم شفت التحدي قوي حبيت اني اخذ ايجار لاني داخله بقوه. انا اهتمامي في الابل بدا من يوم كنت صغيره والوالد الله يحفظه عنده ابل. ما في سعودي ما اعتقد ما في لا ارتباط بالابل يعني حتى بشكل غير مباشر. كانت المرأة يعني أحد مكونات المجتمع، المجتمع البدوي الموجود كانت المرأة ترعى الإبل، تملك الإبل، تشارك، تسافر، كل يعني الممارسات المجتمعية كانت المرأة مشاركة فيه.